مشاهدي الجزيرة الرياضية أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج نجوم. نستقبل اليوم في الدوحة واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأفضل بلاي ميكر في العالم، دوماغوي دوفنياك، اللاعب الكرواتي المعروف لنادي هامبورغ. دوماغوي، مرحبا بك. مرحبا بكم. هل أتيت للدوحة قبل أو يعني زرت قطر في السابق؟ يا إخوة، كنت مرة في قطر في 2005 مع المنتخب الكرواتي لكرة اليد. كنا الثالثين في تلك البطولة ولدي ذكريات جيدة حول الدوحة، وأنا سعيد بالعودة للمرة الثانية إلى الدوحة. ماذا تغير في دوماغوي دوفنياك؟ لاحظنا أنك أصبحت أكثر مسؤولية من السابق، كنت لاعب صغير الآن لاعب كبير. أخذت موقع متقدم في وسط الهجوم وأخذت مسؤولية إضافية داخل الفريق، وأعتقد أننا نلعب بشكل جماعي كفريق. الأمر لا يتعلق على لاعب واحد ولكن الفريق ككل. لاحظنا أن نادي هامبورغ ترشح بصعوبة يعني في الملحق الأخير أمام سان رافائيل، ثم ترشح للتشامبيونز ليج وفاز بالتشامبيونز ليج، يعني هناك مفارقة كبيرة. صحيح، قصة لا تصدق، ومسيرتنا كانت استثنائية في سانت رافائيل. كانت الأمور لا تصدق، كنا متأخرين بأربع أهداف قبل النهاية وعدنا بقوة بعد تمديد الوقت الإضافي. وأيضا أن تلعب في تشامبيونز ليج وتفوز شيء عظيم جدا، لا أصدق أننا تمكنا من ذلك. وبالمناسبة أهنئ كافة أعضاء الفريق اس فاو هامبورغ، مدرب واللاعبين وإدارة. نلاحظ في البوندسليغا دوماغوي أن كل مباراة هي مباراة كأس، يعني كأننا نلاحظ أنها مباراة دور نهائي. هذا صحيح، في البوندسليغا لدينا مجموعة من الفرق الكبيرة، كل مباراة هي تساوي مباراة الكأس وهي تحظى بندية كبيرة. كما قلت فيما سبق، من الصعوبة أن تكون في البوندسليغا وخاصة عندما تلعب خارج الديار. دوماغوي، نعرف أن البوندسليغا قوية جدا، أين تكمن البوندسليغا قوتها؟ هل هي في اللاعبين، في الرواتب الضخمة، في الجماهير؟ أعتقد قوة البوندسليغا هي أقوى بطولة في العالم على الإطلاق، هذا شيء صحيح. طبعا الشيء الأهم هو أعداد الجماهير الكبيرة الكثيفة التي تتابع فريق عندما يلعب اس فاو هامبورغ في صالة هامبورغ. يكون اليوم احتفاليا، هناك أسر تأتي مع الأطفال والكبار والصغار، الكل يحضر ويشارك في هذا الاحتفال. كل مباراة هي مقارنة باحتفال، وطبعا المال هو أهم في البوندسليغا، وهذين العنصرين يجعلان من البوندسليغا أقوى بطولة في العالم. عندما نلعب أيضا ضد الفرق الصغيرة تكون أيضا مباراة قوية. من هامبورغ إلى كيل، الجميع يتساءل كيف ذهب دوماغوي من هامبورغ إلى الغريم الأزلي نادي كيل. هذا صحيح، الموسم القادم سأنتقل إلى كيل. هذا هو قراري الخاص، كنت أريد أن أبقى في البطولة الألمانية. كان قرار صعب جدا ولكن هكذا هي الأمور، وأنا سعيد أن أقضي سنة إضافية هنا في هامبورغ وسأقدم أفضل ما عندي لصالح فريق اس فاو هامبورغ هذا الموسم. طبعا نعتبرك أنت دوماغوي دوفنياك من أفضل البلاي ميكر في العالم، لو تصنف لنا حسب رأيك الشخصي من هم أفضل المنسقين في العالم حاليا؟ أعتقد من الصعب أن أجيب على هذا السؤال. بالنسبة لي كرة اليد عبارة عن رياضة جماعية، وأنا قضيت خمس مواسم إلى حد الآن في هامبورغ.
وتعلمت الكثير هنا في هامبورغ، خاصة على مستوى اللعب في خط الهجوم. هذا كان هو مسعي، وأنا أشكر مدربي لأنه أعطاني الفرصة. إذا من الصعب أن أجيب على هذا السؤال، أتمنى فقط أن أواصل على نفس المستوى، وهذا هو الشيء المهم بالنسبة لي. بعد سنوات جنبا إلى جنب